اللي بيطلب من غيره ما بيمتلكش إرادته. لازم ننتج غذائنا، لازم ننتج دواءنا، لازم ننتج سلاحنا. واحنا كنا اتكلمنا مع صندوق النقد الدولي بمنتهى الوضوح ان احنا هنبقى جادين جدا في تنفيذ هذا المسار مهما كانت قسوته. ورجل العرب وحكيم العرب على اللي قدمه مصر، بقول للسعوديين اخواننا هنا متشكرين وكتر خيركم. وانا اردت وما زلت اريد ان تمتلك مصر إرادتها، فلا يملي عليها أحد أبدا إرادتها، ولا تسيرها قوة رغما عنها أيا كانت هذه القوة.